بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ربي ثبتنا في معرفة نعمه. من نعمه الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ونعرف كل دولة أو كل جماعة أصبحت منا تفكر في مستقبلها مع الماء، وقد يتسبب منا تتسبب قلته في ثورات وفي حروب وغزوات. على كل حال احنا القرآن يكفينا، اللي ربي يجعل الإنسان من ماء، ونعرف البيولوجيا والطب يبين ولي قرابة 70% من وزننا يتمثل في الماء، وكذلك في الطب الماء هو يخلي الأملاح والفيتامينات والنيروترانسميتر اللي تخدم في المخ الكل ملا تجعل من الماء حاملا لها ومذيبا لها ومكيف لفعاليتها، معنى يكون هو نوع من الخميرة انزيم. يعني الماء بدون وجوده ما عاش تلقى في البدن معنى عمليات كيميائية معنى تبعث الحياة وتطرد الفساد. والماء من جملة من جهل الإنسان، ما يفهم قيمته إلا ما يفقده. وعليكم كان بالنصوص تقرأوا قطرة الماء خير من كنز. واللي قال حكيم قال في حديثه مع هارون الرشيد كونه قالوا ملاكي في عز الماء قدش تعطي شربة ماء ملا من ثمن، قالوا اشطر الملك ولا عنده ملك ما فيش ملك. أبو رشيد إذا كان صح هذا الحديث فهو لا يعلم شيئا، الملك لله. على كل حال هذا هيانات السياسيين عموما، يعني بتميز هذه الهيانات خروج عن الواقع. وقالوا إن احتبس الماء فيك، أي لم يقدر على التبول بماء تحل المشكلة. لا قال بنصف ملكي ولا بملكي، يعني قال هنا قال الملك لا يساوي شيء إذا كان هو مقامه مقام شربة ماء أو خروج بول من الإنسان فلا ملك يذكر هنا. على كل حال واحد من الناس اللي كانوا غير محبوبين ياسر عند المسلمين الأصفياء هو اللي كان ذكي مخيف شك وخبيث ودموي، وقد ولد ملطخ بالدماء وهو الحجاج بن يوسف الثقفي. كان عنده ملا غلام يخدمه، قال ائتني بما معناه اذا قل او غاب ولا عزيزا، واذا حضر ظل، اي اصبح ذليلا. فلم يفهم بعد عن إنسان عالم بهذا الكلام هذا، قالوا إنه يقصد الماء، أي يقصد الشرب أو الوضوء إن كان يتوضأ ويحترم هذه الشعيرة. على كل حال إحنا في القرآن ربنا سبحانه وتعالى وصلنا اللي الأنهار في الجنة ماء غير آسف، أي غير خبيث غير متعفن، لأنه يسيل ونعرف سيلا الماء علامة بعده عادة عن الإذاء. وربي سبحانه وتعالى في مذكر الماء قال إذا ذكر الماء هنا في الدنيا هذا عذب الفرات والأخر من الحجاج. وأنا أدعوكم إلى معرفة نعم الله من خلال الماء، وأنا كطبيب ما أنا دائما عايش مع الحقيقة دي. قال الإنسان حين يصيب اجتفاف أو إنسان إثرى من نزيف ولا إثرى إسهال ولا إثرى من ارتفاع الحرارة البيئية والمجر، يعني أعلم أن باختلال كمية الماء أو مركبات اللي يضم فيها الماء باختلال هذا الكل يصبح الإنسان في خطر.
ويصبح إنسان في ألم، ويصبح إنسان يخاف من الموت، وقد تتبدل طبيعته، وقد يصبح عدوانيا، وقد يدخل في هذيان وألم جر. نسأل الله السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه ورفعه.